للتعليق على هذا الموضوع تسرنا استضافة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك دكتور سلوان. بعد إصدار الحكومة في بغداد 60 ترخيصا بالتحديد لفتح مدارس أهلية، كيف تقيم هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار المدارس الأهلية في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معروف أن التعليم هو يمنح الشباب والجيل الأجيال الجديدة قوة إضافية في بناء شخصياتهم ويحصنهم من الوقوع في ايديولوجيات متطرفه. الموضوع 60 منح 60 اجازه هو ليس جديد، ما منشور انه هناك 1300 مدرسه خاصه موجوده تعمل في العراق ما بعد الاحتلال. نعم. وهذا دليل على انه كل ما زاد التدهور في التعليم الحكومي كل ما شجع افتتاح المزيد من المدارس الخاصة بحيث تصبح مشروع استثماري ناجح لأصحاب رؤوس الأموال في الوقت اللي يفترض أن نعمل على تطوير المدارس العامة والقطاع الحكومي في تطويرها وزيادتها وتطوير نوعيتها، بدل ما يكون 50 طالب في الصف نعمل على حسب ما تقول اليونسكو ومنظمات التعليمية أن نضع في الصف الواحد 20 طالب لكي نوفر لهم ما يريحهم نوعيا وفكريا، هذا بالإضافة إلى توفير الأساتذة والمناهج مواكبتها للحداثة. دكتور سلوان، هل تظن أن انتشار هذه المدارس الأهلية يهدد بقاء المدارس الحكومية وبالتالي فقدان الكثير من الطبقة الفقيرة المتوسطة والفقيرة، فقدان هؤلاء الأطفال للتعليم المجاني أو حرمانهم من التعليم كليا؟ نعم، شكرا جزيلا. أقرت الدستور الذي يقر بعد الاحتلال وفي زمن الاحتلال في عام 2005، المادة 34 منها تقول أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. أن التعليم المجاني حق لكل العراقيين. طيب، إذا استعرضنا هذه الفقرة من الدستور الذي أقر في 2005 وهو الدستور اللي جاء في فترة الاحتلال ومستمر عليه الدولة، ماذا نجد؟ نجد أنه لم يتحقق هذا الشيء. العراق أنفق ما بعد 2003 أكثر من 22 مليار دولار أمريكي على قطاع التعليم الأساسي، ولكن لا زال لدينا أكثر من 2000 مدرسة طينية ومدارس مهدمة، وما حقق شيء سوى أنه أكد قطاع او ما يسمى مقياس دافوس بانه العراق خارج قياسات التعليم او جوده التعليم. هل هذا يقودنا الى ان هناك شبهات فساد ادت الى مثل اصدار مثل هذه التراخيص للمدارس الاهليه؟ طبعا هو احد الاسباب اللي تفضلتي بها هو الفساد الحكومي او الاداري، هو الذي مسبب الاول في تدهور التعليم. هذا مو احنا لم نقول هذا صنف من منظمه الشفافيه الدوليه اللي وضعت العراق في المرتبه الثامنه بين اكثر دول فساد في العالم. وما هذه اذا يعني حسب ما تعرضتوا الان انه عندكم مدارس في الانبار، وتعرفين ان الانبار مدينه مهدمة يعني تعيد بناء نفسها بنفسها، أن تعطي الحكومة اللي موجودة هناك ومن يمثل الحكومة مدارس خاصة، فهذا طبعا لا يوجد قياس. بدون مقياس احنا يعني لا نبرر الخطأ بأنه هذا القطاع الخاص هو شريك للقطاع العام. متى ما أنجزنا القطاع العام ووفرناه على أحسن ما يرام. دكتور سلوان،
دكتور سلوان، لضيق الوقت في النشرة أريد منك فقط تعليقا مختصرا عن تسريب أسئلة امتحانات السادس الإعدادي وبيع هذه الأسئلة. سرقة الأسئلة أو تفشيها قبل الامتحانات هاي أحد يعني نتائج تدهور التعليم، أو أحد نتائج يعني عدم الشفافية. كان يفترض بالوزارة أن يكون لديها خطة بديلة تسمى خطة باء في حالة وجود هكذا حالة وهي اكتشفتها قبل 5 ساعات، أن تنفذ الأسئلة الأخرى لا أن تعاقب الطلبة جميعا وتلغي الامتحان وتضعها بعد نهاية الامتحانات وتصبح العملية يعني مفبركة، وهي أصلا كيف تخرج من التعليم لو لم يكن تواطؤ من بعض الإداريين في وزارة التربية. أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.